اتفضل. رامي نبيل، حركه المصري الحر وعضو المجلس الوطني. المجلس الوطني النهارده اجتمع على مستوى الحركات السياسيه، وده جبهه او جزء مهم من تكوينه المجلس الوطني الشامله للحركات، للاحزاب، للشخصيات العامه ومرشحي الرئاسه. فالنهارده جزء من المجلس الوطني هو الحركات الشبابيه، واللي هي مش فقط شبابيه ولكن هي الحركات السياسيه الغير حزبيه. الاجتماع النهارده كان هدفه من ناحية الرد على حملة التشويه اللي تمت باتجاه هذه الحركات، باتجاه دورها، باتجاه الاعتصام، باتجاه قدرتها وهدفها في تكوين مصر جديدة. واثنين، محاولة توحيد هذه الحركات في إطار جامع قادر على توحيد هذه الكلمة بقدر الإمكان، مدركين أنه الحركات السياسية هي تنتمي إلى أحزاب وتيارات فكرية من الإسلام السياسي إلى اليسار إلى اليمين الاشتراكي والماركسي إلى القومية العربية، وبالتالي هي تنتمي إلى كل مدارس مصر السياسية، ولكن هي حركات اشتركت في هذه الثورة أو انتمت لها أو تكونت فيما بعدها، ولكن آمنت بأهدافها، آمنت بأسلوبها السلمي في التعامل، آمنت بالضغط الشعبي باتجاه تحقيق هذه المطالب. وبالتالي احنا بنحاول نجمع هذه الحركات تحت إطار شامل قادر لاستكمال مطالب هذه الثورة. ويمكن هدفها الآخر أنه في فترة لاحقة بعد هذه الحركات قد تتحول إلى حزب أو تندمج جوه أحزاب مكونة لحزب شبابي أو ثوري قادر على الممارسة الانتخابية. المرحلة الأولى هو وضع الحركات دي في إطار جامع يبقى فيها درجة أعلى من التنسيق، تنتقل إلى قدر من التوحيد في اتجاه خطابها الإعلامي وفي اتجاه حركتها في الشارع وفي اتجاه مطالبها لاستكمال أهداف الثورة في الفترة المقبلة. الجمعة القادمة الجمعة القادمة صعبة، لأنه الحقيقة التنظيم لها كان غير واضح، والدعوة لها جت من خارج الأطر الثورية المعتادة، جت من الهيئة القبطية، جت من بعض المجموعات الصوفية، وجت من مجموعة من الكتاب والمفكرين المحترمين على رأسهم أستاذ علاء الأسواني، وشارك فيها في هذه الدعوة مجموعة من الحركات، ولكن هي كان فيها انقسام باتجاه هدفها اللي يمكن للبعض كان هدفها الدولة المدنية وهدفها الرد على جمعة 29، ولكن للبعض الآخر كان هدفها الإصرار على حرية التعبير، أنه من غير المسموح ما بعد هذه الثورة أهم مكتسباتها وأهم مطالبها هي الحرية، وهنا معناها حرية التعبير، ما مش مسموح للمجلس العسكري أو لغيره أن يمنع أحد أطراف الشعب المصري أو مكوناته من التعبير عن رأيه بشكل واضح والمطالبة بحقوقه بشكل واضح مهما كانت هذه الحقوق لا نفرق بينها، ما بالك ميدان التحرير وهو رمز الثورة، رمز حرية التعبير، رمز هذه المطالب والأهداف. فمن المهم عودة تواجدنا في ميدان التحرير ولو بشكل رمزي، ولو طبعا وبشكل لا يعيق الحركة ولا يعيق المرور، ولكن لإظهار تمسكنا بحرية التعبير وتمسكنا برمزية ميدان التحرير. الحالة الأمنية حاليا في ميدان التحرير مغلق تماما أو مسيطر عليه القوات الأمن من الشرطة العسكرية والشرطة القوات المركزية، تمام. فما يكون الحل؟ الحل هو كما الحل دائما ومنذ أول يوم فكرنا في هذه الثورة ومنذ أول يوم نزلناه، وهو التكتل البشري السلمي الوطني الوحدوي المطالب بأهداف واضحة. سلاحنا هو حناجرنا، دفاعنا هو أجسادنا العارية. لو المجلس العسكري أو الشرطة ترى في مرة تانية قتلنا بشكل جماعي أو سحلنا بشكل جماعي أو ضربنا بشكل جماعي سنتلقى ده بصدورنا العارية كما فعلنا كل مرة. لن نذهب أبدا بسلاح، لن نذهب أبدا للاشتباك مع قواتنا بأي من أشكالها، حننزل بحناجرنا بهتافاتنا بشعاراتنا، آملين في إدراك هذا المجلس لضرورة حرية التعبير حتى لو كانت ده رغم إرادته، حتى لو كانت ده لا تتوافق مع رؤيته المرحلة الحالية، حتى لو كان ده فيها بعض النقد لدوره باعتباره دوره سياسي، ولكن استمرار حرية التعبير ده مطلب أساسي ونتيجة أساسية وهدف تم تحقيقه لن نتراجع عنه. شكرا. شكرا جزيلا. الله يخليك.